قيل أنا أكبر منهم كاملين في العمر، أنا أكبر منهم كاملين، وربما يأخذوا نصيحة كأن أعطتها لهم الوليدة ديالهم جميعا. الله يخليهم والله يخليهم والله يخليهم، الله يعاون كل شيء كل واحد. ولكن نظفوا كلامكم، ولكن الكلام الساقط ما عندناش ما نديروا به، ولكن الأدن ديال المغاربه راه توسخت بالكلام الساقط. وإلا نظفتوا كلامكم راه غتكونوا مقبولين اكثر واكثر، وعمر الكلام الساقط ما تيوصل. اي اغنيه بالصحه والراحه ونعاونهم عليها حتى يغنوها، ولا ما عرفوش هما يقادوها نقاد لهم. الا هذه الاغنيه وانتم مشهود عليها، والعالم العربي والمغرب كله شهود عليها. ممنوع شي واحد منعا باتا يحركها ولا يمسها ولا يحرك فيها حاجه منها. تبقى كما هي وتبقى كما هي وتبقى كما هي. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.